السلام عليكم شباب. الطيران ضرب المدنيه، ضرب المدنيه، ما طلعوش على المجاهدين، ضرب المدنيه. لا في ناس بتحكي ولا في اعلاميين ولا في حدا بتكلم عن مؤاخذه عن ضربه المدنيين. دمر اولاد وضرب الاحياء كلها السكنيه، ما دمر غير اولاد صغار. اما بالمعارك دعست عروسهم، بالمعارك دعست عروسهم. هذا لانه خسروا بالمشارفه استدوا من معره النعمان. لا في اعلامي يتكلم ولا في واحد يجي يحكي عن اللي بصير بالاولاد، ولا اللي قاعدين بالمانيا ما بياكلوا هواء على النت بس بتكذبوا، واللي قاعدين بتركيا ولا واحد بيطلع مظاهرات بس كله حكي كذبه بكذب. اما الاعلام اللي بده يجي لهون وبده يشيل كاميرا بده يكسرها على راسه. ولا واحد عنده حرع يعني بنحرع اولادنا؟ ماكو. ولا في اعلام يحكي شنو بتعمل العالم والناس؟